كانت بيقا هاي كان نسوي هاي كان نسوي قبل يا صور لا هاي بغداد اي جاتي بغداد هذه هم دول الامريكان هذا هو هاي طبق هاي السوري راح نشيل هاي السوري راح نشيل هنا نفخهم كلهم طبق راح هذا الباب لحظه بس خليك لا على قلب على قلب نعم اخوي انا بقال ست اشتغل طب قال يمي ست همرات قبل ما يصير الحادث طقت الهمرات عبره على الجامع يعني شي مقصود كانوا ينتظرون بسوق الدوره وعماريتي هم وقعوها والغراب دعموها يعني كانوا متحضرين هالشغله وقدامنا يعني هي طقتهم طبوا على الجامع يعني وقفوا بالسوق انتظروا يعني شغله طقتهم مع عبروا على الجامع يعني ست همرات كانوا واقفين بالسوق زين اي وقتوها ويا خروج المصلين يعني نعم حبيبي السياره اوبل فيكتوره طابقه من الجامع طلعوا المصلين انفجرت السياره راسا من انفجرت السياره طبوا الامريكان ثلاث همرات من هنا وقاموا يضربون عشوائي علينا يعني هاي النسوان والزلم والشباب كلها والحرس الوطني جو يا اخوان الحرس الوطني جو الامريكان اخذوا اسمه السلاح مال هذا مال جامع هاي الاصابات كانت الاصابات من 8 الشهداء من 6 ل 8 الشهداء والجرحى ما ادري والله بعد اكثر من 10 من 15 اسمك كذا نعم حميد هاي الفوق الجامع I'm going to go to the hospital.